قالوا كده بحروا قلبهم عليهم والله اكبر حرام. من يومين قاموا المصريين على خبر مفجع وحزين، يا ترى ايه اللي حصل؟ مجموعة من الناس كانوا واقفين على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم في محافظة الأليوبية، مستنيين يركبوا ويروحوا لأشغالهم في أمان الله زي كل يوم الصبح. ما كانوش يعرفوا إن أتوبيس الموت كان في طريقه ليهم وأسرع بكتير مما يتخيلوا، وفجأة ظهر أتوبيس وانحرف من على الطريق بسرعة كبيرة وصدم كل اللي واقفين على الطريق. وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن الأليوبية بلاغ بالحادثة، وفي ساعتها اتحرك قوة أمنية وعشر عربيات إسعاف لمكان الحادثة، وتم نقل المصابين لمستشفى الأليوبية والوفيات لمستشفى ناصر العام، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأليوبية من القبض على سواق أتوبيس الموت اللي تسبب في وفاة عشر أشخاص وإصابة تسعة غيرهم. السواق كان بين المصابين وتم نقله لمستشفى أليوب، والأتوبيس اللي كان بيسوقه ملك الأخوه صاحب مكتب رحلات، وتم التحفظ على الأتوبيس وتحرير محضر بالوقعة. كل التعازي لأهالي ضحايا أتوبيس الموت، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.